نرحب بكم أيها الأخوة المشاهدون من جديد في هذه التغطية الخاصة. دكتور خالد الورفلي، الآن كما سمعت من الشيخ عصام وهذه الرسالة التي طالب بها المصلون في ميدان الشهداء حول توجيه رسالة إلى علماء المملكة العربية السعودية في قضية الشيخ ربيع المدخلي وفتاواه التي محل جدل كثير وتثير الفتنة في ليبيا، ما رأيك؟ ابتداء شيخنا الفاضل، هناك لا شك بما يعرف بالحجر على الفقيه الماجن، وهذا لعلها نتمنى عندما يرفع البيان إلى الجهات الشرعية في المملكة العربية السعودية أن يبين ذلك بالدليل ويجمع كلام الشيخ ربيع حتى يعني يكون الرد كافيا. لكن هناك نقطة بسيطة أود التنبيه إليها، لأن نبه لها الشيخ عصام وقبلها الشيخ ونيس. لا يشترط للعالم أن يكون عالما أن ينضم لأحد الهيئات العلمية. نحن نعلم كثير من المشايخ في المملكة العربية السعودية، وأنت تعلم جيدا شيخنا الشيخ عبد الله مثل عبد الله السعد وسعد الحميد والشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، لم ينضموا لهيئات أو جهات علمية أو اتحادات أو روابط أو غير ذلك حتى يحكم عنهم بعلماء، وكانوا منعزلين عن ذلك سواء كانت الرسمية أو حتى العامة. فالعالم عندما يحكم بأنه عالم نتيجة علمه وفضله وآثاره وفكره ولما يحمل من ملكة فقهية وعلمية تكون يعني بارزة لعامة الناس ويستطيع أن يفصل في القضايا، كما هو معروف شيخنا الفاضل عند الأصوليين في 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 فيما يتعلق بباب الاجتهاد وغيره من الأبواب. هذه حقيقة إشارة أود أن أنوه إليها، لكن لا يمنع من ذلك أن يتم الرد حتى في كتب وفي مسائل علمية وغير ذلك، حتى إن لم نرفع ذلك الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، خصوصا قد نواجه بأن هذا الشيخ لا يمثل أي صفة أو لا يمثل أي جهة، ولكن ممكن أن يكون لهم آليات تعامل معه بإيقافه أو حجره أو غير ذلك هذه الأمور، خصوصا وإن قل قليل ألا يتكلم في مسائل الشأن الليبي. نعم شيخ خالد، تعلم أن في الفتوى في السعودية صدر فيها قرار بعدم إصدار الفتاوى إلا من جهات الرسمية، هذا قد صدر القرار منذ أكثر من سنتين أو ثلاث. نعم صحيح. فما بالك بالفتوى لخارج البلاد في نوازل. صح. نعم. صحيح شيخ عبد الله، نحن نعلم ومن حقيقة يعني يتابع حتى مسائل مثلا أو معظم أو جل ما يعرف بفتاوى هيئة كبار العلماء وكذا، نجد معظمها تتعلق بالأحكام العامة ولا تتعلق بباب السياسات والشأن العام سواء كانت داخليا أم خارجيا. هذه نقطة أولى، وهي حقيقة قضية جوهرية جدا فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية وهيئات الفتوى في المملكة العربية السعودية. الشق الآخر كما تفضلت شيخنا، هو خالف بما يعرف ببيان من الجهات الحاكمة أو من الديوان الملكي أو غير ذلك في المملكة العربية السعودية بعدم الفتوى إلا الجهات المختصة، ولكن قد يكون هناك مخرج، وللأسف قد يتخذ هذا بأن هذا يتعلق فقط فيما يتعلق بالشأن الداخلي. أنا صحيح أعتقد أن كان هناك بيان، ولكن نحتاج أن نرجع إلى تفاصيل هذا البيان، هل هو يتعلق بالفتوى داخل المملكة العربية السعودية أو عموما. على أي حال أنا أقول لا شك أنه يفتح باب مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لمثل هذا الأمر، ويتجه اتجاه آخر بأن يبين عبر الردود وعبر الكتب والرسائل، وأن تكون هناك الحجة قائمة حتى يعني يتعرف العامة ولا يحدث زيغ أو ضلال في هذا الجانب. يعني هذا هو الكلام، أن نشتغل كما يقال في طريقين اثنين، طريق مع الجهات الرسمية وطريق حتى عبر طلبة العلم والأبحاث وغير ذلك من هذه الأمور. لأن القضية في حد ذاتها هي ليست تغطية ربيع بقدر ما هو تغطية المنهج القائم على هذه الأفكار. يعني حتى نحدد ونكون أكثر دقة، هي ليست القضية شخصية مع شخص معين سواء كان ربيع أو غيره، ولكن بقدر ما هي متعلقة بمنهج وفكر مازال ينتشر ومستشرع. وأنا هنا أنوه وذكرت بأن هذا الأمر كان ينبغي أن يكون في 2003 عندما تكلمت حقيقة، وكنت ألتمس أن يحدث انحراف وزيغ عن هذا المنهج وعن
التيار الديني في المملكة العربية في 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 ليبيا خصوصا، والتيار العام حقيقة الديني عموما. يعني وأنا في بداية قتل الشيخ نادر رحمه الله تعالى نوهت بأن من يتحمل وزر دمه هو التيار الديني العريض في ليبيا، سواء كانوا سلفية أم إخوان أم كانوا صوفية أم غير ذلك من هذه المسميات، أن يعني مثل ما يقولون يتحملوا وزر هذه الدماء لما حدث من خلاف وشقاق أدى إلى الاقتتال وإلى قتل الشيخ رحمه الله. دعني فقط أود أن أنوه شيخنا الفاضل في عجالة فقط. طيب أنا حقيقة لست خبير في مسرح الجريمة، ولكن ما أعرفه من بعض القراءات السطحية أن لو اتجهت جهة ما إلى الحفرة التي دعا فيها هيثم الزنتاني وهو يتكلم، وأنا أعتقد أن الجهاز المباحث العامة أكيد أن لديه أدلة لم يطلع العامة عليها، لا وجدوا الدماء. وإذا تم تحليل الدماء فستعرف أنها مثلا للشيخ نادر. حقيقة قراءة مسرح الجريمة ومتابعة الاتصالات التي حدثت التي يتكلم عنها المدعو هيثم الزنتاني لا شك أنها ستكون مسجلة عبر أبراج البث للهواتف النقالة في البطاطا أو في المكان الذي أو المكان القريب عن مكان اختطاف الشيخ نادر رحمه الله، وبالتالي تكون هناك أدلة وهناك قرائن دامغة على إثبات أقل شيء ما يدعيه هيثم أو صح وصحة ما قيل يعني حتى الآن. وأنا أعتقد أن جهاز المباحث العامة هو يسير في هذا المنحى إن كان لديه خبراء في مسرح الجريمة وخبراء بيولوجيين وخبراء فنيين في 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 معرفة ورصد المكالمات الهاتفية خصوصا التي تمت في وقت لا تكون فيه ازدحام في المكالمات قبل الفجر في الساعة الرابعة، وهذا حقيقة ما نوهت إليه في أكثر من قضية. بارك الله فيك. نشكرك الشيخ الدكتور خالد الورفلي على هذه المشاركة في هذه التغطية. نعود إلى الشيخ عصام، كلمة أخيرة شيخ عصام عرعرة. الكلمة الأخيرة حقيقة أؤكد على ما قاله الأستاذ الدكتور خالد بارك الله فيه من في قضايا العلماء والعلم، وأنه لا يمكن حصر العلماء في المؤسسات الرسمية فقط، هذا هو المعروف، ولكن ذكرنا نحن هذا للشهرة، لأن المؤسسات هذه العلمية يعني يشتهر فيها العلماء وإلا هي ليست حصرا على ذلك. الشيء الآخر الذي نريد أن نؤكد عليه وهو قضية الطرف الآخر هذا الذي يؤثر في بلادنا الآن، الرجل هذا الذي يدعى محمد سعيد رسلان، هذا الرجل نريد نحن من الليبيين أن يذهبوا ويستمعوا إلى كلامه. هذا الرجل في أحداث حرب اليهود على غزة كان يعني يخطب ويقول بأن حركة حماس حركة ماسونية صهيونية، يعني بهذا اللفظ أنا استمعت له صوتا وصورة. هذا الرجل يتدخل في القضايا العامة في ليبيا ويتكلم على الأشخاص ويتكلم على المشايخ، وكثير من الشباب يعني يقولون أنهم يدرسون عنده، نحن نقول لهم أن هذا الرجل مشكوك في علمه ومشكوك في أمانته ونزاهته، وخاصة أنه يتكلم على المجاهدين في فلسطين المحتلة الذين يدافعون عن وطنهم وعن دينهم وعن عرضهم ويصفهم بالحركة الماسونية العالمية. فنحن ندعو الشباب أن يتريتوا في أخذهم العلم وأن يأخذوا العلم من مصادره المعروفة عن طريق العلماء المعروفين الذين شهد لهم بالعدل والوسطية والتوسط في الدين والتعلم الفقهي الرشيد. والآن العلم الفقهي الرشيد في الغالب لا يتم إلا عن طريق المذاهب الفقهية الأربعة. اذهب أيها الطالب أيها السني أيها الشاب المتحدث لدينك، تعلم فقها من فقه المذاهب الأربعة، ستتبين لك الأمور وتعرف أن كل المسائل التي تجادل فيها والتي تغلو فيها والتي تصل إلى تضليل الناس فيها وتصل إلى تبديع الناس فيها هي أصلا محل تجد كثير منها محل خلاف. فإذا تفقهت في الفقه المالكي والحنبلي والشافعي بانت لك الصورة وتفقهت في الدين وزال عنك الكثير من الغلو وزال عنك الكثير من الانحراف. أما أن تغلو وأن تتقيد بكلام شيخ واحد، من خالف ذلك الشيخ ومن خالف كلامه أصبح ضالا أصبح مضلا أصبح جاهلا، فهذا ليس من دين الله. طيب نشكرك وبارك الله فيك. نشكرك الشيخ عصام عرعار أحد حكماء وأعيان ليبيا، بارك الله فيك على هذه المشاركة في هذه التغطية. ننتقل الآن أيها الأخوة المشاهدون إلى ميدان الشهداء، ثم بعد ذلك التغطية مستمرة.
الشمس مخلصة أمينة، عالما جليلا بين الناس مشكورة، أصبح اليوم مقتولا وجثمانه مخطوفة، اسمه نادر وهو فعلا نادر، ربح البيعة، عاش سعيد ومات سعيد ومات شهيد. القصاص 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 القصاص. اسمه نادر، اسمه نادر وهو فعلا نادر، ربح البيعة، عاش سعيد ومات شهيد، أحبه الله، أحبه الله وحببه للناس.